مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اعترفت نجمة سوشيال ميديا نوميديا العزول في خاصية سؤال وجواب عن دخولها في علاقة رسمية، كما وضحت عن إمكانية استقرارها في إحدى الدول الأوروبية، منوهة أن حبها لوطنها الجزائر لم ولن يتغير. مانيش سيلي باتاخ، هاني دايرة لافاخ، عندي عمر ثلاثة غوية، ما تخلطوليش فيه، أنا نبغيه وعلى جال نوض لاقاخ. أغيتي أفيك سا، موا جادور لجيري، جادور شعبتها، كي نخرج برا الناس قاع تحبني، الناس قاع تتعيلي، الناس قاع Non, j'aime l'Algérie. C'est clair que oui, je vivrai un jour ailleurs pour changer, pour ma stabilité, pour mes enfants, pour pour que je sois plus en paix dans ma tête. Mais ça sera genre une décision qu'on aurait prise en famille et tout ça et tout. Mais sinon, l'Algérie, c'est l'amour de ma vie. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.